طيب هلأ بعد ما احنا حطينا اليونتس حطينا الريفرنس بلينز، بيصفي عندي شغلة كتير 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 ضرورية اللي انا I have to simulate levels of my project، المناسيب. المقاول اول ما ينزل على البروجكت راح يبدأ يحفر، يوصل لليفل المطلوب للبيسمنت، بيبدأ يحط فاونديشن، بيبدأ يدفن، يطلع بالأعمدة تبعته، يطلع بالعقدات المطلوبة، وكل عقدة بدها ليفل معين. معناته أول عملية عم بتصير معي اللي هي الليفلز. عشان أحط ليفلز لازم أروح على فيو عمودي بدل البلان اللي أنا موجود فيه. معناته أنا بروح على البروجكت براوزر لأني عم بنتقل من فيو لفيو تاني، بروح على elevations فيو، بأخذ أي واحدة منهم ما راح تفرق معي. هيك أنا بلاقي في عندي التو ليفلز تبعت الأركتكتشرال تمبلت. حاليا أنا مش قادر أمسك الليفل، علشان اعمل alternatives للسلكشن حط الماوس قريب عليه جدا او عليه، بكبس تاب مسك لي الولز، كمان تاب مسك لي هاد الليفل. بلاحظ طلع كتير ماركس وسيمبولز على هذا اللاين، كمان شوي راح نحكي شو معناهم وكل واحدة شو بتعمل. بس عشان ابعده عن الولز اللي انا عم بشتغل عليهم، في grab point صغيري هون، once I select بقدر احرك الريفرنس او الجريد اللي انا بشتغل عليه، بحرك الليفل من الجهة الثانية، بلاحظ انه التنين عم بتحركوا مع بعض. هلأ بدي احكي كيف بنحط ليفلز، كمان شو بنرجع بنشوف الليفل الواحد انا اذا بمسكه شو عليه ايكونز وشو بقدر اشتغل فيه. طيب هلأ مسكنا هذا الليفل، اول طريقة عشان اخذ ليفل غيره اني اعمل له كوبي. ما بدي اعمل كوبي حاليا لانه راح تخليني ادخل على اوبشنز ثانية كمان شوي بحكيها. علشان اعمل ليفل جديد راح اروح من اركيتكتشر، ومن اركيتكتشر راح اروح على ليفلز. اختصار هذا بالL، ونلاحظ اعطاني صورة ان انا كيف ممكن اشتغل على هاد الاوبشن. اخذت ليفل، وهلأ بالريبون بيسألني Do you want to make plan view؟ يعني لما انا احط هذا الليفل بهذا المكان هل بدك يطلع لك كمان فيو هون اسمه ليفل او 2؟ ممكن هل نسأل طب ليش انا ممكن يسألني اذا بدي اعمل فيو، ليش بدي اعمل ليفل اذا انا ما بدي الفيو اصلا؟ طيب ممكن يكون هذا الليفل اللي انا عم بحطه بس كمجرد ريفرنس لارقام مثلا برابت ليفل، انا شو بدي في البرابت ليفل او التصوينه تبعت السطوح يعطيني لها بلان، انا اصلا بشتغل البرابت على الروف بلان. طيب شغله ثانيه نحكي الرصيف مثلا، بس بدي احط ليفل للرصيف او بدي احط بس ليفل لزخرفه معينه انا بدي احطها على جدار. لهيك انا مش دائما بحتاج احط بلان فيوز لكل الليفلز اللي عم بشتغلهم، لهيك انا باجي بدي ارسم الليفل تبعي في الفيو. طبعا لما يسألني شو يعني او ميك بلان فيو، في بلان فيو تايبس، انا بقدر اخذ سيلينج بلان للفيو، بقدر اخذ فلور بلان للفيو، ممكن اخذ ستراكشرال بلان للفيو. معناته انا كمان كيس ما بحتاج فيها احط فلور بلان، اني انا هذا الليفل اللي عم بحطه هو سيلينج بلان مش فلور بلان، فمعناته انا ما بحتاج فلور بلان لانه لهيك انا راح الغي تفعيل هدول كلهم، بس اخذ فلور بلان بهذا الشكل وبعمل اوكي. اوفست اذا انا عم برسم حاليا بعيدا عن النقطة هاي بالمسافة اللي بحطها في الاوفست بيرسم للليفل، بس ما بدي اتعامل معها هلا. بلاحظ في عندي سناب عم ياخذها اوتوماتيكلي هاد الكيرسر تبع الماوس في الفيو انا عم بتحرك قبل ما ابدا ارسم. هاد بيعطيني تمبرري دايمنشن انك انت هلا على بعد 3 متر 3 متر ونص، كم بدك تحط هاد الليفل ارتفاعه عن الليفل اللي قبله. وهاي شغله بتساعد كتير في الرسم، اوتوماتيكلي بيبدا ياخذ السنابس على كل شيء قريب مني او على امتدادات الاماكن اللي انا بتعامل معها. خلينا نحطه 3.1. كبست اول كليك حط لي الهيد تبع هذا الليفل، بتحرك الماوس لحتى لحاله اوتوماتيكلي ياخذ السناب على نهايه الليفل. وليش لحتى ياخذ السناب؟ عشان من شوي لما حركت الجراب بوينت تحرك كلهم مع بعض، طول او قصر هذا الليفل لاين مع بعض. وانس حطيته هون بلاحظ طلع لي كميه الايكونز كلها، ولانه هذا الاين مع الليفل اللي تحته عمل عليه لوك اوتوماتيكلي. وهذا اللوك معناه اذا بعمل كانسل للاوردر اني اذا انا بمسك هاي الجراب بوينت حيتحركوا الثلاثة اللي لوكت مع بعض، طبعا مش بس على هذا، على اي واحد منهم، اي واحد بيتحرك بيحرك الكل. معناته هاي الجراب بوينت مع هذا اللوك معناها الاين خطوط الليفل مع بعض. طيب افرض انا بس بدي هذا الليفل لحاله يتحرك من غير ما احرك الباقيين، بكبس على اللوك تصير انلوكت، اصير بقدر احركه لحاله، بدي ارجع زي ما كان بسحبه لحتى يصير الاين لحاله اوتوماتيكلي راح يعمل لي لوك على هذا الفيو. طيب نفرض اني انا عم بتعامل في بروجكت ريل، معناته الليفلز تبعتي لازم تكون صحيحة 100%، واسماء الليفلز كمان لازم تكون ديسكريبتيف. يعني ما بقدر اني دائما اخليها ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2، لانه انا بدي اسماء ديسكريبتيف لهاي الليفلز عشان ليتر انه انا عم بشتغل في البروجكت سبيشال البروجكت الكتير هيوج ما اصير اتخربط بالاسماء اللي انا عم بتعامل معها.
اول شيء كيف اغير الليفل؟ سمبلي سلكت الليفل، كليك على الرقم، بحكي له والله انا بدي اياه على ارتفاع 0.25 على اساس انه في عندي رصيف، اوتوماتيكلي حيسحب لي هذا الليفل ابوردز 25 سنتي، وحيسحب لي معه كل الاوبجكتس الاسوشيتد له اللي هي البيس تبعها على ليفل 0، بسحبها كلها ابوردز. وشو يعني البيس تبعها ليفل 0 والتوب تبعها على ليفل 1؟ راح نصير نحكي بهذا الحكي لما نبلش شغل من الوولز ونطلع. طيب هلا عرفنا كيف اغير الليفل، كيف اغير الليفل بطريقه تانية؟ اذا انا مش عارف كم الليفل تبعه عن الارض بس بعرف كم المسافه بينه وبين ليفل 1، بكبس على الليفل اللي انا بدي اياه يتحرك. يعني اذا انا بدي ليفل او 0 يتحرك اب اور داون، بمسكه بعمل كليك هون وبحكي له هذا الليفل لازم يكون 3.8 مش 3.75، سمبلي بيحرك لي الليفل اللي تحت. طب بدي اياه 5 متر عشان يبين، اطلع مين اللي حيتحرك اللي هو ليفل 0، رجع 3.8 هو اللي عم بتحرك. طب اذا ليفل 0 هو اللي ثابت وليفل 1 اللي انا بعرف انه هو 3.35 المسافة بينه وبين ليفل 0 يعني ارتفاع الطابق الواحد، بمسك ليفل 1 لانه هو اللي راح يتحرك 3.35، هيك تحرك، واللي فوق راح امسكه 3.35 فتحرك. معناته انا بعمل كليك على الليفل من هون اذا انا بعرف كم ارتفاعه عن الصفر، بعمل كليك على الأوبجكت أو على الليفل بعدين على التمبرري دايمنشن إذا أنا بعرف المسافة بينه وبين أقرب ليفل نائله. وهذه الخاصية بتمشي على كل الأوبجكت في الليفل في الريفت. يعني إذا أنا بمسك مثلا وول طلع لي تمبرري دايمنشن، بغير هذا التمبرري دايمنشن بيتحرك الوول اللي أنا ماسكه مش أي وول تاني. طيب هيك الأمور صارت تمام. كيف أغير اسم الليفل؟ عملت كليك على الليفل نفسه، نفس الشيء بعمل كليك على اسم هذا الليفل وبعد من هون بحكي له ground floor plan، وبترجى الجميع انه اذا بنشتغل على project وعم بنسمي نستخدم طريقة التسمية نفسها في كل مكان. هلا وانس كبست على اي مكان خارجي او انتر رح اسألني would you like to rename corresponding views، يعني بدك الاسم هون يتغير، بدك الاسم في settings يتغير، وين ما تروح تتعامل مع ليفل 0 يصير اسمه ground floor plan، بحكي له طبعا بدي اياه بهذا الشكل. هيك صار هذا اسمه ground floor plan في كل مكان. شو يعني استخدم طريقة التسمية نفسها في كل مكان؟ يعني اذا انا عم بستخدم ground floor plan ما اكتب هون first plan او first او first floor. اذا عم بستخدم capital و small letters بالكلمة معناته capital و small letters، capital و small letters في كل كلمة معناته capital و small letters في كل كلمة. هاي بس لغايات الترتيب وبترجى الكل انه يلتزم فيها. first floor لا نلاحظ اني انا عم بستخدم نفس طريقة التسمية. Would you like to rename corresponding views؟ حكي له yes. برجع هون بحكي له second floor plan، هيك انا سميتهم. هلا بدي اعمل من هذا الفيو copy لفوق بدل ما ارجع اعمل انا نسخة جديدة. عشان اعمل copy once اني عملت select على اي object في الريفت راح ياخذني للmodify لهذا الأوبجكت اللي أنا هلأ حالياً بالليفلز. بالموديفاي راح ألاقي في عندي تول اسمها copy أو اختصارها CO، هاي من التولز اللي إلها brief وإلها فيديو كيف إني أنا أقدر أتعامل معها، والفيديو لو تركت الماوس عليها شوي راح يعطيني ability إني أعرف كيف ممكن أعمل copy. بعمل كليك على الكوبي، بكبس عليها وبتحرك upwards وبحكي له أعطيني إياها 3.35 زي الكوبي اللي في الأوتوكاد. هلأ وانس عملت copy بلاحظ إنه هاي البابل black، هاي البابل بلو. طب ليش هاي اسود وليش هاي ازرق؟ هلا هذه بيعتبر لي اياها كوبي او نسخه من الليفل اللي عملت منه كوبي، لهيك ما راح يعطيني لها بلان فيوز في البروجكت براوزر. تقريبا خلينا احكي انه اعتبرها تيبيكال فلور، لك انت الاشي اللي عم تعمله بالسكند فلور راح تعمله في الباقيين. هلا لحتى ابين الفيو اللي عملت له كوبي او اذا عملت اري برضه راح يعطيني نفس الريزلت، بروح بعمل من فيو باخذ بلان فيوز، ومن هون انا بقدر اظهر اي نوع بلانز انا بدي اياه ناقص عندي في البروجكت براوزر. فبروح على فلور بلان، من فلور بلان باخذ فلور بلانز تايبس، ومن هون بعمل سيلكت على ليفل 3 وبحكي له اوكي. سمبلي صار في عندي هون ليفل 3، واذا برجع على الاليفيشن راح الاقي انه صار باللون الازرق. طب لغير اسمه كليك بحكي له روف فلور بلان. بهاي الصورة أنا صار في عندي الاسم الجديد لهذا الليفل وصار في عندي ليفل لإله في البروجكت براوزر.
هيك انا عرفت كيف بقدر احط فيوز اعملها كوبي او احط ليفلز سوري واعملها كوبي، واذا عملت كوبي كيف اظهر هذا الفيو في البروجكت براوزر. نشوف شو في كمان سيمبلز على هاد الاوبجكت. اخذنا الجراب بوينت، اخذنا اللوك، في عندي الصحن الصغير اللي على الطرف اللي هو مكان السيمبل تبعت الليفل. لو انا ما بدي اياها هون بعمل انشيك، باجي هون بحكي له اعمل لي تشيك على الليفل او على الجهه الثانيه. ممكن تكون عندي عدد الليفلز كتير كبيره، لهيك انا بدي اياها جزء يمين جزء يسار عشان ما تدخل الليفلز على بعض. اذا بدي اياها نفس الليفل او على نفس الجهه سمبلي بس بعمل تشيك على الجهه اللي انا بدي اياها. طيب هل لو كان في عندي هاي كوبي مثلا بوينت 1.5 هاي الحال الليفلز داخلين على بعض، هيك ما بيزبط معي في البرزنتيشن. سمبلي بعمل سيلكت على واحد من الليفلز. اذا بتطلع هون في عندي علامه قطع صغيره، اذا بكبس عليها بكسر لي الليفل، بسحب upwards. بهاي الصورة انا بكون بعدت هاي الليفلز عن بعض. ممكن احتاج كمان هاي انزلها downwards، وهذا الشكل بصير كتير ارتب. ليفل O4 ممكن يكون هو البرابت ليفل، ممكن يكون هو الفينش ليفل، اي ليفل انا ممكن اني انا احتاجه. طيب لو مسكناه مرة تانية، هدول هم الاوبشنز اللي بيعنوني بهذا المكان. بصفي هاي العلامة الصغيرة 3D، رح نحكي عنها خلال الكورس. 3D يعني انه اذا انا بصغر هاد الجراب بوينت، هذا في كل الفيوز راح ينسحب معه. اذا سحبته لليمين في كل الفيوز راح ينسحب معه. وهذا بهمني كتير لما احكي عن الجريد لاينز، انه انا الجريد لاينز في مكان معين بدي اياها طويلة، في مكان معين بدي اياها صغيرة، فكيف انا ممكن اخليها تتجاوب بهذه الطريقة. هذا بالنسبة للليفلز اللي انا ممكن استخدمهم في الفيو. وهيك انا بكون تعاملت مع اهم 3 اوبجكتس انا لازم اقررهم، او اوبشنز لازم اقررهم اول ما افتح البرنامج، اللي هم اليونتس ريفرنس بلينز وليفلز. ويعطيكم العافية.